السؤال الثاني معلش شيخنا، الأحداث التي صارت قريبا الماضية في تونس يعني كانت أحداث متوالية، خاصة بعد المؤتمر الحاشد الذي صار في مدينة القيروان، إثر صاروا يقومون باعتقال الأخوة السلفيين ومحاربتهم إعلاميا، ثم يأتون بشيوخ يعني يبينون أن هؤلاء الأخوة هم يتبنون الفكر السلفي التكفيري، وهم أناس يريدون حرق البلاد وتدميرها. ثم بعد ذلك مسألة السفارة الأمريكية، فتم اعتقال ما يزيد عن 900 أخ. ثم بعد ذلك قاموا بقتل يعني مجموعة من الأخوة المسجونين، لا ليس المسجونين، في بيوتهم، في حوادث متفرقة. وآخر حادثة صارت منذ حوالي 5 أيام تقريبا، أخ دخلوا عليه في بيت الساعة 4 صباحا وقاموا بقتل زوجته بالرصاص. يا سلام. نعم. والحادثة موثقة يعني بالفيديو، وصلت صورة. والأخ أيضا ضرب بالرصاص وهو الآن في مستشفى عسكري في الإنعاش. حتى أخوه ذهب حتى يسأل عنه، فقاموا بأخذه للسجن مباشرة. أخو الزوجة التي ماتت أخذوه واعتقلوه وعلقوه من رجليه في سقف السجن وضربوه، ثم بعد ذلك قالوا له نفس السلفيين اللي بيحملوا نفس الفيلم في غزة. حاجة شيخ الإسلام التيمي، حديثة شيخ الإسلام التيمي. شيخنا، سؤالي الآن يعني ماذا نستطيع، كيف نستطيع أن ننصح إخواننا هناك، أو كيف يكون التصرف في هذا الوضع يعني المشكوك، خاصة بعد هذه الحادثة الأخيرة يعني شحن الجو أكثر. يعني منذ أكثر من 10 سنوات وزيرة الخارجية الأمريكية والبرايت قالت بأن الإدارة الأمريكية ليس عندها مانع من أن تلي الحركات الإسلامية المعتدلة نظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية. وأكد هذا المعنى أيضا رئيس كوندوليز عندما تكلمت في هذا الباب، أكدت هذا المعنى. وترتب على ذلك أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عندما زارت مصر جلست مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية، ولم تجلس مع الحكومة مطلقا، بل إنها جلست مع ممثلين من بعض الاتجاهات الإسلامية. الكلام ذا كان منذ 10 سنوات أو يزيد، وكان ذلك مؤشرا إلى ماذا؟ إن أمريكا لن تمانع أبدا إن أي اتجاه إسلامي يصل حكم شريطة أن يكون معتدلا. يعني إيه أن يكون معتدلا؟ إن هو يكون بالبلدي متألوظ. عارف متألوظ؟ يعني يكون ماشي على الأضبان الأمريكية، الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية لابد من الوفاء به. 2، الالتزامات لا سيما فيما يتعلق بأمور استراتيجية لابد من الالتزام به. المواثيق والأعراف الدولية لابد من احترامها والالتزام بها. لا يتم دعم الاتجاه الديني المتشدد. ماشي. وطبعا الكلام ده كان في إدارة بوش، وهذا الرجل الذي أسفر وجهه عداء للإسلام. فنحن الآن بنعيش تطبيق الفكرة الأمريكية دي. الأمريكان ما بيعملوش الحاجة في سنة وسنتين، بيعملوها إيه؟ بيعملوها على مدار 20-30 سنة، لأن أصداء الفكرة دي موجود عند نيكسون. يعني أنت لو قرأت يوميات بتاعة نيكسون أو مذكرات نيكسون تجد الفكرة دي موجودة عند نيكسون، إن الخطر الحقيقي اللي بيهدد أمريكا ليس الاتحاد السوفيتي، وإنما الخطر الحقيقي اللي بيهدد أمريكا وأوروبا الحضارة الإسلامية. ده كلام نيكسون، وقاله غير واحد،
ودي بقى مش بتاع صراع الحضارات، لا الكلام ده قال نيكسون من بدري. وزك هذا الاتجاه ريجن، بل ان ريجن كان في حمق شديد جدا لدرجة انه فكر ان يعمل منظومة في الفضاء يستطيع انه يضرب بها اي بلد في الارض. شوف درجة يعني يعمل محطات صواريخ في الفضاء، المحطة دي تضرب اي بلد في الارض. وبالفعل وكالة يعني الفضاء الامريكية عملت ابحاث جبارة، ونجحت امريكا في هذا الاتجاه نجاح جبار. ودي كان احد الاسباب اللي خلت الاتحاد السوفيتي يسلم الراي لمين؟ لامريكا. عرف ان هو لا يستطيع ان يواجه امريكا. يقال ان احد الاسباب في الفكر الامريكي ده المتشدد انه بيحمله الفكر التوراتي. ايه الفكر التوراتي؟ ان يحصل نجمة بحث اخر الزمان ويجي المنتظر ويطهر الارض، ويكون ذلك في ارض المعاد لارض ايه؟ فلسطين. الفكر التوراتي ده زكاه بشده ريجن، ونسج على منوال بوش الاب وبوش مين؟ الابن. يبقى شوف ده كله. فاللي احنا بنعيشه الان يا اخواننا ده حلقه من حلقات المكر، ولكن للاسف وسامحون هذه الكلمه اخواني لا يقرؤون التاريخ جيدا. اخواني لا يقرؤون التاريخ جيدا، ولو قرؤوه يحسنون الظن إحسانا بالغا. ودي مسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة. احنا لا ندعي معرفة الغيب. ليه احنا بنقول أحداث وتيجي؟ مش لأن احنا نعرف الغيب، ولكن ان في حاجة اسمها القانون الكوني، قوانين ونوميس كونية. النوميس دي مربوطة بأوتاد، لو قدرت تقف عليها وتحللها صح توصل إلى النتيجة الصح. ولكن الانسان لما يجد انسان بيتكلم فيهرف بما لا يعلم، احيانا كتير جدا ما بردش، عايز يتكلم يتكلم، هترد على ايه؟ لكن دي هي الحقيقه المره. فتونس هي طليعه الدول العلمانيه التي تغربت كثيرا عن الاسلام، وهي تعتبر اللي يعني ايه المعمل الذي تجرب فيه النظريات والتصورات. تونس أول بلد بتجرب فيها النظريات والتصورات هي تونس. طبعا دي قصة طويلة جدا من أيام البايات، من أيام البايات، وهذه تونس الباي أحمد والناس كلهم، دي تونس. ولذلك من أعجب ما يمكن ان الاتجاه الاسلامي الليبرالي، للاسف لابد اقول الكلمتين دول، بقول الاتجاه الليبرالي الاسلامي او الاسلام الليبرالي، عندما نجح وفاز في تونس ايه اللي حصل؟ ادى تطمينات لاخوانهم الليبراليين العلمانيين، وادى تطمينات للمتفرجين من النساء، وادى تطمينات للملاحده بنفس اللفظ كده، وادى تطمينات لاصحاب الشذوذ من الرجال والنساء، تطمينات. واكبر واخطر حاجه تم اختيار المصيب المرزوقي رئيسا للبلاد. المرزوقي ده ايه؟ ده لينين، بافكار لينينيه ماركسيه مهووسه. هذا الرجل شبه علماء الاسلام بان هم صراصير. الدعوة بتاعت تونس بقى لها قد ايه دلوقتي يا شيخ أيمن؟ الدعوة بتاعت تونس بقى لها قد ايه؟ تأشيرة بقى لها قد ايه؟ حوالي سنة. بقى سنة. ولم يسمحوا لي بزيارة تونس، لأنهم مش عاوزين أي واحد له فكر سلفي قوي ينزل تونس. لأن ده لو نزل تونس ممكن يقلب لهم الدنيا. يوضح لهم أشياء يبقى بلاش. يبقى هو على مستوى الداخل يقطع الداخل عن الخارج. يقطع الداخل عن الخارج. الحاجة اللي بعد كده انه يبدأ يرصد الفكر السلفي الذي لم يمارس الديمقراطية. من اصعب ما قرأت وكان كالقنبلة التي فجرت وجداني ان احد المشايخ سمح الله من الذين اسسوا الحزب الديمقراطي السلفي
سافر إلى إحدى الدول الإسلامية لإقناع السلفيين بإنشاء أحزاب سياسية. قلت إن لله راجعون، سمحك الله، هو أنت زي ما أفسدت السلفيين في مصر عاوز تروح تفسد السلفيين في هذا المكان؟ هما ناقصين هناك. احنا لما سافرنا البلد دي الناس كانوا خايفين جدا مننا، وبعضهم قالوا لنا ارجعوا. البلد دي بينتشر فيها الفكر المدخلي كما يقولون انتشارا كبيرا جدا. كانوا بيعتبروا رئيس الجمهورية في ذلك الوقت أمير المؤمنين، وإن أي حد ينتقص منه يبقى ده خارج، مع إن أمير المؤمنين ده رجل كان بيطعن في القرآن وبيطعن في الصحابة. فلما تيجي بلد مثل هذه وقائمة على يعني موازنات قبلية معينة وتوجهات سياسية معينة، تبذر في السلفيين هناك بذرة العمل السياسي الحزب الديمقراطي، يبقى انت كده بتلهلب البلد، بتفسد البلد، الله المستعان. فما يحدث في تونس ربما يكون إشارة لما قد سيحدث مثله في بلاد أخرى، لا سيما أنهم عندما مكن للفكر الليبرالي الإسلامي هذا في بعض المناطق كان شديد الوطأة على الفكر السلفي، طبقوا معهم النص والقانون. ويروحوا فين بقى؟ يسيبوا تونس يروحوا فين؟ يجوا مصر؟ هيروحوا فين؟ وحقيقة شيخنا خرج منهم عدد كبير جدا. على فين؟ طيب ماشي. أحسن لو رحنا هناك عند سوريا بلاد الشام، الأمور هتصفصف هناك وهيمسكوهم ويتحطوا في الإقفاص. خليهم في البلد يجاهدوا. يجاهدوا بالعلم والبيان والبرهان. لكن ما يسيبوش البلد، لا يتركوا البلد، بل بالعكس كل من يستطيع أن يقوم بنصرة الإسلام وإبانة الحق وتمييزه عن الباطل بأي صورة بأي كيفية بأي طريقة لم يجوز له أن يترك بلده، وإلا بقى يعني لفرغت الأوطان من أهل الخير والصلاح.